السلام عليكم. في هذه الحلقة هذه الثالثة نتطرقوا للعداد ديال السيارات. كما كتعرفوا كيكونوا بزاف ديال التلاعبات في العداد ديال السيارات. كتلقى السيارة ضربة واحد 200,000 كيلومتر وكتلقى مناقص ليها دير لها واحد 100,000 ولا 80,000 ولا شي حاجة. كاين بزاف الحوايج باش تعرف واش ناقصين من العداد ديال السيارة. منها الهيستوريك ديال السياره، الكارني دونتروتيان يكون مكتوب فيه كاع شنو تبدل فيها والبياس اللي تبدل فيها. خصك ضروري تسول مول السياره مزيان اخر مره دار دونتروتيان ولا ما كاش كيديروا في لا ميزون اين غاراج، وتاخذ لي كوردوني ديال داك الكاراج وتعيط ليهم ولا تمشي تسول وتقلب افيكتيفون واش تبدل عندها واش تبدل عنده داك الشيء كامل والكيلومتراج اللي كان ماركي. واحد الحاجه اللي خاصك تحضي منها، غير بالك السياره ولا كاطغيز ماشي في سميتو وعندو غير وكاله، دونك هذاك السيد غيعاود في السياره البيع، دونك هو اللي خصك تشك فيه بزاف. من الحاجات اللي خصنا نقلبو باش نعرفو واش السياره ضربه هذاك الكيلومتراج ولا لا، اذا كانت بار اكزومبل فيها 60,000 وكتقلب لي بيدال كتلقاهم محيين دونك السياره راه ضربه اكثر. زيد عليها واحد الحاجه واحده اخرى هي الفولوم، الا كان الفولوم موكول يعني الطوموبيل راه ضربات كثار من هذاك الكيلومتراج. وتقدر دي معك ميكانيسيان يقلب السياره اوسي باش كيكونفيرم واش كاين الفرق بين الكيلومتراج وليطا ديال السياره. وتقدر دي السياره للكونسيسيونير باش يقلب الكيلومتراج واش هو هذاك غيال، وكتخلص بين 500 درهم حتى 1500 درهم. الا عجبتكم الفيديو خليو واحد اللايك باش نعرف بشحال العدد ديال الناس اللي استفدوا من هذه المعلومات هذو.